السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا أخوان، بدي أحكي اليوم عن موضوع طابعة كثير بسيطة وكثير حلوة وموجودة عند الناس كثير ومتوفرة بشكل عام وبسعر رخيص. طبعا الطابعة، طبعا يا أخوان، الطابعة اللي هي كانون، هذه هي الطابعة اللي هي موديل بكسيما، رقمها MG 3640 S. طبعا يا اخوان، في احد المشاكل اذا تركت الطابعات بشكل عام، زي ما حكينا احنا، حتى الطابعات الصغيرة اذا بتتركها بدون شغل او بدون تستات نحكي، او بدون طباعة لو ورقة او ورقتين في اليوم، راح يصير فيها مشاكل، لانه الحبر سائل، بغض النظر ان كان الحبر سائل مائي او زيتي او غيره. طبعا اول ما شغلنا الطابعة تطلع لنا بالطريقة هاي، مسج بالطريقة هاي. شوف، كل الأضواء تقريبا ضاوية بالطريقة هاي، إذا بتلاحظوا كل الأضواء ضاوية عندنا. طبعا هاي الطابعة فيها سكانر، فيها واي فاي، وهي وصلة USB فقط لا غير. احنا أول إشي عشان نشوفه بعد ما نشوف ليش طلع معنا الأضواء هاي، طبعا البكسيما بشكل عام كطابعات أو كموديل هي فيها أوردر عشان تقدر تفصل فيها، اللي هي نحكي المحابر، اضواء المحابر او الكاترجات. تمام، اول ما بنسوي بتطلع لنا العباره هاي. طبعا هاي صار تقريبا 3 شهور مش شغال الطابعه، واقفه. تمام، فاحنا شو بنسوي؟ اول شغله بنسويها المصلب هذا، اللي هو المثلث، شايفينه لونه احمر، بنضغط عليه كبسه طويله لمده 10 ثواني. تمام، هذا العشر ثواني اكتملت. شوفوا هسه كيف الطابعة راح تسوي. طبعا يا اخوان، بس يروح عندي الضوء عن اللي هو السي والبي، اللي هو الكلر والبلاك اند وايت، اللي هو الكاترجين، مباشرة بفتح الغطاء هذا بالطريقة هاي. شوفوا كيف هيك بفتحه بالطريقة هاي، بعد ما راح عندي اللي هو الضوين. طبعا ممكن هاي تكبسها انت تقريبا 10 نحكي ثانية أو 20 ثانية. تمام، مش موضوع أنه 10، ممكن كمان 20 ثانية. تمام، طبعا مباشرة بس أفتح الغطاء، بفتح عند الباب تبع اللون، مباشرة بنزل بفتح اللي هو اللوكين، وبسحب الكاترجين الموجود في الطابعة. طبعا زي ما حكيت لكم، الطابعة هذه صلها واقفة نحكي ما يقارب 2 أو 3 شهور، ما بعرف تقريبا يعني. فإحنا نفحص، منجيب محرمي او منديل بالطريقه هاي، بنشوف هل انه في حبر ولا لا. اذا بتلاحظوا الحبر كثير نحكي خالص، او ما فيها، او يعني يا دوب جوز ناشف. اذا بتلاحظوا، شوف الاسود، يعني الاسود افضل شوي. طيب هسه احنا بدل ما نجيب كاترجات جديدة، لأنه كل كاترج تقريبا هذا حقه تقريبا 25 دولار، كل لون حقه 25 دولار. طيب أنا شو بدي أسوي على أساس إني ما أجيب محابر جديدة، رغم إنه عليها تشبات هذه؟ تمام، أجيب محابر جديدة، شو بسوي؟ بقدر إني أعبيهم هذول، بقدر إني أعبيهم. كيف؟ طبعا احنا نفتح الغطاء هذا، اذا بتلاحظوا بالطريقة هاي، نشوف انه الثقوب موجودة ولا لا. شوف يا اخوان، في ثقوب موجودة لكل لون اذا بتلاحظوا. طبعا عندي ازرق، احمر، اصفر، اخر لون، يعني بده يكون عندنا هون السيان، ماجنتا، يلو. نفتح الاسود الطريقة هاي برضو، نفس الاشي. طبعا يا اخوان نفس الاشي، في موجود ثقب، بس طبعا هذا الثقب
ما بيدخل فيه إبرة عشان نقدر نعبيه. هسا فرجيكم احنا كيف بنوسع الثقب وان شاء الله وكيف بننزل فيه الحبر. موضوع بسيط جدا. طبعا يا اخوان انا عندي هذا اللي هو الهيتنج، هذا اللي هو الحارق موجود عندي، او بتجيبوا كبريتي او بتجيبوا اللي هي اللي بدكم اياها، ما في مشكله. بنجيب ابره او راسيه ابره خربانه، تمام، الطريقه هاي، وبنحميها. شوفوا كيف الطريقه هاي، وبنوسع الثقب بالطريقه هاي. شوفوا كيف، تمام. احنا بنوسعها عشان نقدر نعبي وتدخل عنا الابرة بسهولة فقط لا غير. لانهم الثقب عاملينه صغير كثير، تمام يا اخوان. هيك خلصنا، وسعنا الثقوب الطريقة هاي، شايفين؟ تمام. طبعا اوريدي انا معبي سلنجات حبر، تمام، هيك بالطريقة هاي. نيجي بنعبي اول اشي اللون الاسود، هذا اللون الأسود، بالطريقة هاي، ونضغط على مهلنا، يعني شوي شوي، طبعا المعيار اللي بتعبي فيه الحبر انت اعلم فيه، يعني ممكن هي سرنج واحدة، تمام، كفاية. انا بالنسبة لي هذا اللون الاسود. نتأكد من المداخل مرة ثانية، الازرق على جهة الشمال، الازرق على جهة الشمال، طبعا مشكلة إذا عبيت لون محل لون يعني بصير عندك خربطة كبيرة بالطباعة. طبعا أنا بضغط شوي شوي أساس إنه ما يخرب عندي هذا اللون الأزرق. برضو خلصنا اللي بعده، اللون الأحمر. اللون الأحمر هو لون وسطي، نعم، في الوسط. برضو نفس الحاجة، إذا بتلاحظوا أنا حطيت تقريبا 5 مل بكل لون. الأسود حطيت فيه 10 مل، تمام. الألوان الثانية 5 مل، اللون الأسود 10 مل، لأنه هو كاترج تقريبا 3 أضعاف اللي هو الملون. الأصفر عندنا اللي هو زي ما حكينا على الطرف اليمين. هيك عبينا الألوان بالطريقة هاي. احنا كل هذا عشان نتأكد انه هل المحابر شغالة ولا لا. تعرفين انها فترة طويلة زي ما حكينا بنتركها،
بصير عندنا مشكلة كبيرة في موضوع. شوفوا كيف هسه بعد ما نزل الحبر، شوف الأسود، الأسود هيو نزل، شايفين مباشرة. شوفوا كيف الأسود، تمام حلو، الأسود نزل. بيظل علينا الألوان. طبعا الألوان في طريقة يا أخوان راح أحكي لكم إياها عشان تضغط الحبر بسرعة كبيرة ما يتأخر في نزول مباشرة. بتجيب سرنجة بالطريقة هاي، نحكي اللون الأزرق بعد مش نازل، من سنتر بالطريقة هاي، ومنضغط نشوف نزل الحبر ولا لا. بعد ما نزل مرة ثانية، بعد ما نزل مرة ثالثة، بكون طبعا هو ناشف، فاحنا بنحاول ننزل. شوف اللون الأحمر، لاحظوا كيف نزل. شوف اللون الأصفر، شوفوا بلش بوادر الأزرق يطلع شوي شوي، بس طبعا لأنتوا عارفين داخلها في سفنجي، بس عبال ما ينزل الحبر أنا ما عبيتها كثير. ليش؟ لأنه ممكن يصير تسريب هواء يبطل ينزل معك الحبر، فإحنا نعبيها يعني وسطية، لا هي مليانة كثير أساس أنه تقدر ينزل الحبر بسهولة. شوفوا لا غسلت الراس ولا سويت اي اشي، بس بضغط اساس انه ينزل الحبر. بعده ما نزل، نمسحنا ايش نمسح نتأكد. لا هي بلش ينزل، شايفين الازرق هي بلش ينزل، تمام. هسا هي ممكن إنها المحبرة بدها شوية حبر كمان، فشو بنسوي؟ بنرد نسحب لون أزرق، كمان شوي يعني مش كثير، برضو ننزلهم. هيك انا اعطيتها زياده، ليش؟ اساس ينزل بسرعه، ما بدي اتاخر كثير، والاسفنجي اصلا بتكون الداخليه ناشفه يا اخوان، بتكون ناشفه، فاحنا مجبورين انه نعطيها كمان شويه حبر، بس طبعا مش كثير اساس زي ما حكيت لكم ما يخرب عندكم شيء في المحبره او انه يزيد فيها شيء تصير تسرب بكثره، فأنت بتكون بإشي بتصير بإشي ثاني. برضه نفس الحاجة، شوفوا كيف الأصفر، الأصفر أعطاني إنه فل، فأنا شو بسوي؟ ها شايفين الأصفر كثير فيه حبر، حلو. فرغم الأصفر نفس الإشي، نشوف هسه المفروض نضغطها مرة ثانية ونقول بسم الله. بدك تحاول شوي شوي عبال ما ينزل معاك الحبر بكثرة. طبعا يا اخوان هسه برد اضغطها مرتين ثلاث وان شاء الله برجع لكم على اساس انه بس اضغطها مظبوط وينزل فيها الحبر باذن الله تعالى. خليكم معي. طبعا يا اخوان بدي احكي لكم شغله، بالنسبه للضغط ما زبط معي الضغط، بس انا حبيت افرجيكم شو سويت على اساس اني
اقدر اشغل المحبره هذه الناشفه. طبعا يا اخوان صارت معي العمليه اني فتحت المحبره بالطريقه هاي، طبعا هذه بتكون مغلقه بالطريقه هذه تمام هيك، بس مجرد بالمفك وبتضغط بالزاويه هاي فقط لا غير. شوفوا لحظه، بالزاويه هاي بتضغط مباشره بتفتح عندك تمام بالطريقه هاي، تفتح عندك بالطريقه هاي. بعدين شو سويت؟ سحبت اللي هو الاسفنج اللي داخل كل لون، اذا بتلاحظوا الاسفنج اللي داخل كل لون سحبته وخليته على جنب الطريقة هاي تمام، ونظفت. شوفوا بالداخل في زي الفلاتر اذا بتشوفوها جوا، اذا شايفين هيا شايفين هذا الاحمر مبين، الاصفر والله انا عارف مبين ولا لا، يعني نفس موضوع هنا شايفين فيه فلتر جوا هنا، الفلتر هذا الداخل شايفينه. طبعا يا اخوان هذه نظفتها بالمي، نظفتها بالمي يعني شغلت نحكي المي مباشره على الفلتر على اساس انه ايش يطلع الحبر الناشف مباشره بدون ما احط ولا اي شيء ثاني، بس بالمي فقط بالمي انا نظفتها تمام. بعدين جبت بعد ما نظفتها وتاكدت انها الفلاتر صارت نظيفه جوا شايفين لونها ابيض، مباشره عملت هيك شايفين الالوان، حتى لو فيش حبر نزلت الالوان الثلاث شايفينها، شوفوا معناته المحبره فتحت. فانا في الحاله هاي شو بسوي؟ مباشره بعد ما خلصتها وعرفت انها فتحت ما سويت شيء ثاني، اللهم نظفت الفلاتر صارت تنزل مباشره الحبر من تحت فقط لا غير، مباشره برجع اللي هو كل اسفنجي مع لونها برجعه بالطريقه هاي. حلو شايفين هيك هذا اللون الاصفر، طبعا بتحاول انت تعكس محل الفلتر يعني خليه بالعكس ما تركبه زي ما كان اول تمام. هذا الثاني وهذا اللون الاحمر يعكسه بالطريقه هاي وبتنزله طبعا. اذا بتلاحظوا اي نزلتهم كل واحد بلونه بالطريقه هاي تمام. موضوع بسيط مش صعب يعني لا تستصعبوا، اللهم هي الفك والتنظيف برضو بسيط جدا لا اكثر ولا اقل. طبعا يا اخوان هذه بدي ارجعها، شو بسوي؟ مباشره بجيب شيء جلو عندي، جلو او سوبر جلو بنسموه او ايش ما بتسموه، ماده لاصقه اللي بدكم اياها انتم اللي بتسموه عندكم، مباشره بركبها بالطريقه هاي. بنشوف في بناتهم لاصق، في بناتهم لاصق، فاحنا بننزل شايفين اذا بتلاحظوا معي انزل على الحواف هاي اساس انه ما ينزل الحبر كله على لون معين تبعه. تمام لأن السوبر جلو عندي قوي هذا ما ينشف بسرعة، مباشرة بنزل وبضغط بالطريقة هاي تمام، بضغط بالطريقة هاي أساس إنه يسكر معي طبعا. مباشرة أنا برضو أضغط هيك شايفين الطريقة هاي بقفل بالحواف الطريقة هاي. تمام الجهة الثانية طبعا يا اخوان بنظلنا ضاغطين بس عبال ما تمسك المحبرة ونتأكد انها مسكت امورها كويسة تمام. طبعا في عندكم مادة لاصق
مع نحكي مع الرش تبعه مباشرة بينشف، ما بياخذ وقت طويل في موضوع النشاف. تمام، هسه بعد ما احنا ضغطنا نزلنا الحبر اللي هو الناشف من المحبرة، نتأكد هسه احنا انه هل انها زبطت معنا ولا لا. شايف اذا بتلاحظوا، بس احط صورة ايدي على شوفوا كيف مباشرة اللون قاعد بينزل، لان هي كمحبرة تفتحت. بس احنا نتأكد موضوع اللاصق لسه. تمام، هيك هسه احنا عرفنا انه نزلنا فيها الحبر وكذا. فشو نسوي مباشرة؟ الحبر نرد ننزل مرة ثانية فيها، فنحاول الضغط شوي شوي، نفس الفكرة اللي سويناها اول مرة. انها تتشبع الاسفنجي، بس هي بعده مش ماسك لانه هذا الغطاء عليه زي الاسفنج. تمام، بس هو ما بيأثر علي، ما في مشكلة. اللون اللي بعده، طيب نزل الاسفنجي بطريقة هاي اساس انه الحبر ما يصل للون الثاني او فوق. تمام، وهذا اللون الثالث. بس احنا طبعا بنتأكد انه هل فعلا مش الحال في الحبر او المحبرة اللي فتحناها وضغطناها. طبعا احنا بنشوف هيك بالطريقة هاي، طبعا بدك تطولوا بالكم شوي عبال ما ينزل. شوف هاي بلش ينزل الحبر، اذا بتلاحظوا شوفوا كيف طبعا الاصفر نازل موجود، الأصفر موجود. إحنا بشكل عام بلشت تنزل. طبعا يا أخوان بس بدكم تصبروا عليها عبال ما يأخذ، نحكي شوفوا كيف عبال ما يأخذ اللون، أو نحكي الإسفنجي تأخذ حبر صحيح. يعني ممكن أول شوية ورقة تغلبك بعدين خلص. فإحنا شو بنسوي مباشرة؟ عفوا قبل ما نحط المحبرة، قبل ما بكر المحبرة، بس بنسكر الغطاء اللي عبينا منه. تمام، الطريقة هاي خلص. برجع المحابر محلهم، تمام، ونسكر الغطاء، نصبر عليها شوي عبال بس ما تأخذ نحكي المحابر محلها. ممكن تقعد تقريبا من ساعتين إلى ثلاث عبال ما الحبر يصف تحت مع المصافي. طبعا إذا غرقت كثير حبر يا أخوان غلط، عشان تكونوا عارفين يعني تغرية الحبر عشان تمشيها بسرعة لا، تركها براحتها. يعني من هون لساعة ساعتين وإن شاء الله بنزل الحبر وبتطبع. طبعا الأسود طبع، أي ما في أي مشكلة الأسود هيو طبع عنا، فيش أي مشكلة، أعمل كوبي وضع طبيعي جدا. بس إيش بدك تصبر عليها زي ما حكيت لكم. طبعا هاي الطابعه زي ما قلت لكم واقفه صار لها 3 شهور ومحابرها ناشفه الحمد لله، يعني مشت امورها. بس الملون فرجيتكم الطريقه كيف تفكوها، كيف تنظفوها من جوا، وكيف تعدلوها مره ثانيه وتعبوا فيها حبر. شايفين، وان شاء الله انها تشتغل معكم 100%. طبعا لا تخافوا في الالوان هذه اللي هو طالع عندك انه موجود، انساها، هذول كانهم مش رضويات، انساهم كانهم مش موجودات، اطبع براحتك ما في اي مشكله.
إن كان كوبي أو كان من الكمبيوتر تمشي أمورك 100%. طبعا إن شاء الله تكونوا استفدتوا في الموضوع هذا يا أخوان، ونأسف لطول الفيديو عشان إحنا نفرجيكم التفاصيل كاملة، وبارك الله فيكم. طبعا يا أخوان لا تنسون أكيد بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس أكيد واللايك للفيديو عشان يصلكم كل شيء جديد، وإن شاء الله بنشوفكم بحلقات ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.